أيها العمري، هذا العمري لا يتحدث. ألو، سلام عمرية، سلام عليكم، تفضلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم صلى وعلى الله عليه آله وآله وأصحابه وسلم وأزواجه أجمعين. وآله وسلم. أولا أنا عندي سؤال، ماذا تقولون في أبو لؤلؤ المجوسي؟ ماذا نقول؟ هو ليس بمجوسي، هو من المسلمين. إنه أبو لؤلؤ المجوسي مسلمين من المسلمين؟ ماذا كان يفعل في مسجد إذا لم يكن، ماذا كان؟ إذا لم يكن مسلما فماذا كان يفعل في الصف في الصلاة؟ مسلم يقتل، هل المسلم يجوز له أن يقتل مسلم؟ يجوز للمسلم أن يقتل رئيس الكفار، نعم، رئيس المنافقين، يعني قاتل الزهرة. أنت الآن تريد أن تقنعني بأن أبو لؤلؤ المجوسي في الجنة وعمر بن الخطاب في النار؟ صحيح، هذا هو اعتقاده، نعم. وأنت تعتقد بأن السستاني وخامنئي في الجنة؟ اذهبي، إن سيدنا أبو لؤلؤة سلام الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه بأنه بلي قسم ظهر النفاق بسبب بقره بطن رئيس المنافقين، وطبعا طبعا في الجنة، بأنها انتقم من قاتل الزهراء سلام الله عليها، طبعا هو في الجنة، وقاتل الزهراء في النار، فأي عجب في ذلك؟ قاتل الزهراء، تريد أن تقنعني؟ نعم، قاتل الزهراء في النار وقاتل قاتل الزهراء في الجنة. ناصر آل محمد عليهم السلام في الجنة، أي شك في ذلك؟ وأي غرابة في ذلك؟ عدو آل محمد عليهم السلام في النار، أي غرابة؟ من نزل في حقه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هو في النار، أي غرابة في ذلك؟ أي عجب في ذلك؟ هذا هو البخاري ناطق بذلك، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، نزل في حق عمر وصاحبه أبو بكر، فإذا كان الرجل هذا شأنه وفي النار ما هو؟ العجب من ذلك، وإذا كان يكون قاتله في الجنة فما هو الغرابة في ذلك؟ أما تقول إنه كان مجوسيا، فلو كان مجوسيا ما كان يفعل في المدينة، إن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحرم الله مكة المكرمة لا يجوز أن يدخلها غير المسلم، ولا يجوز لغير المسلم أن يدخل في الجامع النبوي صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا كان يفعل في الصف الأول في الصلاة؟ أنتم تقولون قتل عمر حين الصلاة، فماذا كان يفعل في الصف الأول لو كان هو مجوسيا؟ بلى.